وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاة أبو الفتح، مديرة إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة. نرحب فيك دكتورة نجاة في نشرة الثالثة، وبودنا لو تستعرضين لنا تفاصيل دراسة الحالة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا بشأن توثيق استجابة مملكة البحرين لجائحة كوفيد 19 والجهود المقدمة من جانب حكومة مملكة البحرين يعني في هذا الجانب. أهلا وسهلا. المهم التقرير اللي أصدرت منظمة الصحة العالمية يوثق استجابة مملكة البحرين الاستراتيجية لجائحة كوفيد 19، ويعرض لنا كيف تمكنت البحرين من أنها تتغلب على صراحة تحديات كبيرة من خلال التأهب، من خلال الاستجابة المبكرة. كذلك التقرير يقدم نظرة تفصيلية على هاي الاستجابة ودروس اللي نستفيد منها، وهاي طبعا من خلال تبادل هذه مع أفضل الممارسات والاستفادة منها لنضع اللي هي نماذج جديدة للشراكة في مجال توثيق الطوارئ الصحية والاستجابة لها. بكل فخر الحمد لله مملكة البحرين هي من أوائل البلدان اللي تم توثيق تجربتها مع الكوفيد من قبل منظمة الصحة العالمية في هذا التقرير. نعم. وكان طبعا التزام الكبير من وأعلى مستوى سياسي كان له دور كبير في نجاح هاي الاستجابة يعني البحرين لجائحة كوفيد. وهاي طبعا تمكنت البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ودعم ومساندة صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من قطع هذه الأشواط الكبيرة وعلى أعلى مستوى على أساس اللي هو يحافظون على السلامة وصحة المواطنين والمقيمين. نعم. الدكتورة نجاة أبو الفاتح مديرة إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.